بعد ما الاهلي والزمالك كانوا داخلين فاينل القرن او نهائي القرن كما يقول، اني غايب عنهم وليد سليمان وكهربا وصلاح ابو عامر الاهلي ومحمود حمدي الونشي للزمالك، وده الرباعي اللي كان بنسبه كبيره يبقى غايب عن اللقاء، ولكن مسحه امبارح ادت اننا ننصدم سواء من الاهلاويه او الزملكاويه صدمه ما كناش متوقعينها، وبقى في ثلاث لعيبه من هنا للاهلي وثلاث لعيبه من الزمالك مؤثرين جدا 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 هيغيبوا عن الفريق. فجيت في حلقه النهارده اكلمكم عن التشكيل المتوقع سواء الاهلي او الزمالك، ومين البدائل الامثل للعيبه اللي هتغيب عن الفاينل. بس قبل ما نخش في الحلقه، طبعا الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك واعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه وفعل الجرس لو اول مره تشوفني عشان يجي لك حلقات اول باول. يلا بينا نخش نتكلم على التشكيل المتوقع للفريقين. حطني رقم واحد في القصير. غيابات كورونا عند النادي الاهلي، وهم ثلاث غيابات، وهم صلاح جمعه ووليد سليمان واليو ديانج. غيابات مؤثره جدا سواء على في ارضيه الملعب ال 11 اللعيب اللي هيبدا المباراه، او عن اللعيبه اللي هتبقى على الدكه والاهلي كده، او الاهلي والزمالك بنسبه كبيره هيفقدوا دكه البدلاء بتاعتهم، لان كده الاهلي الناحيه الثانيه كان عند الاهلي كان يلعب اليو ديانج كنص ملعب جنب عمرو السوليه، وهيبقى بره على الدكه وليد سليمان وحمدي فتحي وكهربا، ثلاث اوراق ممكن ينزلوا يضيفوا لك حاجه في المباراه او يغيروا نتيجه المباراه. ولكن بعد غياب ديانج وبعد اصابه ديانج وبعد اصابه وليد سليمان، هيبقى عندك على الدكه لاعب واحد بس ممكن يفرق او ممكن ينزل من على الدكه يغير شكل المباراه ويغير النتيجه، هو محمود عبد المنعم كهربا. ده اللاعب الوحيد اللي هيبقى عندك على الدكه لو نزلته في المباراه ممكن يغير شكل المباراه او يغير نتيجه المباراه، ومثلا لو انت خسران يكسبك، لو انت كسبان يزود النتيجه، ممكن يعمل كده. ولكن عندك واحد يقول لي مثلا يا معلم ده لسه في خيارات ثانيه على الدكه، لا لسه عندك اليو بادجي ولسه عندك جيرالدو. ماشي يا معلم، اليو بادجي وجيرالدو لعيبه بس لو نزلت في المباراه مش هتغير نتيجه المباراه. لو انت خسران مثلا هتعتمد على كهربا ولا جيرالدو؟ بكل تاكيد هتعتمد على جيرالدو. ممكن تنزل اليو بادجي وتبتدي بقى ترفع عليه كرات عرضيه وكرات طويله ويبقى التارجت مان بتاعك، ولكن ده صعب شويه. فكده الاهلي بنسبه كبيره فقد الدكه بتاعته، فقط الدكه بتاعته في ارض الملعب مش هتاثر كتير، لان حمدي فتحي برضه رجليه في الملعب، وحمدي فتحي مش من اللعيبه السيئه، حمدي فتحي متمرس على مباريات ضد النادي الزمالك، فحمدي فتحي هيبقى بديل اليو ديانج في ارضيه الملعب مش هيبقى فيه تاثير كبير على الاهلي. ولو حمدي فتحي مش في مستواه ده اللي هيبقى التاثير الاكبر على الاهلي. تعال نتكلم ناحيه ثانيه في الزمالك، برضه الزمالك داخل مباراه غايب عنه بسبب كورونا محمود حمدي الونش، وده عارفينه من يومين، ولكن الاثنين الجداد اللي كانوا بالنسبه للزملكاويه الخبر نزل عليهم كالصاعقه، وهم عبد الله الجمعه وأوباما. اثنين في الزمالك حرفيا ما لهمش بديل، لان عبد الله الجمعه عبد الشافي مصاب، وأوباما ما عندكش لاعب نمره 10 بدائل، وهتبتدي تلصم لاعب مكانه، تجيب بقى زيزو، تجيب بن شرقي، تنزل شيكابالا، تنزل نجم، وهنتكلم على ده بالتفصيل، بس تبتدي تلصم لعيبه بديله لأوباما وبديله لعبد الله الجمعه. الزمالك برده فقد نوعا ما البديل بتاعه او البدلاء بتاعته. ليه؟ لان انت المباراه بنسبه كبيره هتلعب باسلام جابر كباك شمال، ولكن في الناحيه الهجوميه بدل ما يبقى عندك على الدكه شيكابالا ونجم الاثنين ممكن ينزلوا لك يفيدوا لك الفريق في ظل كان اوباما يبقى موجود، يعني ممكن يبقى عندك ورقتين اللي هم اوباما هم ونجم وشيكابالا، ولكن بعد غياب ونجم هتضطر ان انت تستخدم لاعب من الاثنين سواء ونجم او شيكابالا، يبقى عندك لاعب واحد بس على الدكه. والراجل يقول لي يا معلم ده انت عندك كذا لاعب على الدكه ممكن يفيدوك او ممكن ينزلوا من على الدكه، عندك كاسونجو، عندك مصطفى فتحي، عندك كريم بامبو، ماشي عندك اللعبه دي موجوده على الدكه، ولكن اللعيبه دي لو انت خسران، لو انت خسران حد منهم ينزل مثلا يكسبك؟ صعب صح، لان مصطفى فتحي بعيد عن المباريات، بامبو بعيد جدا عن المباريات، ولو بامبو نزل ممكن يعمل مفاجاه الله اعلم، مع اني انا شايف اللاعب ده كويس جدا ومحتاج ياخد فرصه. كاسونجو ممكن مش اكيد، لكن اللعيبه اللي هي ممكن تبقى ورقه رابحه ولا تنزل تغير نتيجه المباراه او تفيد في ارض الملعب هم ونجم وشيكابالا، سواء مين فيهم على الدكه ومين فيهم في ارض الملعب هم هيفيدوك كاوراق رابحه. تعال نتكلم عن التشكيله المتوقعه هنا وهنا، وهل مين المؤثر الاكتر؟ هنتكلم في الحته بقى الاصابات دي هتاثر على مين اكتر، الاهلي ولا الزمالك؟ بس في اخر حلقه تعالى نتكلم على تشكيلين تعالى نتكلم على التشكيل الاول قبل ما نروح لنهايه الحلقه.
فنبدأ بالزمالك وهو الغياباته المؤثرة أكثر من النادي الأهلي. هو الزمالك غايب عنه 3 لعيبة من القوام الأساسي من التشكيل الأساسي. الزمالك بنسبة كبيرة يبدأ أو بنسبة مؤكدة يبدأ بمحمد البجاوي في حراسة المرمى. الناحية اليمين ده في هنا شك أو في حيرة ما بين أحمد عيد وما بين حازم إمام، بس أنا من وجهة نظري كمصطفى أنا أرجح كفة حازم إمام عن أحمد عيد. حازم إمام خبره أكتر، حازم إمام هيعرف يسد قدام علي معلول أكتر، حازم إمام لما زيزو يرجع يساند معاه ونجم يرجع يساند معاه في الناحية الدفاعية هيبقى مميز أكتر. فأنت تلعب حازم إمام اللي خبرته أعلى أفريقيا وخبرته أعلى قدام الأهلي عم تلعب بشاب صغير زي أحمد عيد، فأنا من وجهة نظري تبدأ بحازم إمام كباك يمين وناحية الشمال من غير أي تأليف ومن غير أي لعبكة ومن غير أي ضغوطات ومن غير ما أنت تخلق مشكلة اصلا، من غير مشكله في ظل انت عندك مشكله اكبر. يعني انت عندك مشكله لو الفت ممكن يبقى عندك مشكله تاني، فانت لازم تلعب ناحيه الشمال باسلام جابر. اسلام جابر لعب كذا مره مع الزمالك، لعب كذا مره نص ملعب، لعب مره كذا مره لعب نمره 10 وكذا مره لعب باك ليفت. فانت اسلام جابر بنسبه كبيره هو اللي يلعب باك ليفت بدل عبد الله جمعه، ومن وجهه نظري برضه هو اسلام جابر اللاعب الانسب اللي يلعب باك ليفت بدل عبد الله جمعه. ثنائي في نص الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد. نيجي بقى اللاعب نمره 10. لاعب نمره 10 في اقوال كتيره وفي اراء كتيره للزملكاويه كتير. ناس تقول لك طب نجيب زيزو ونحط نمره 10 ونلعب بونج من ناحيه اليمين وبنشال من ناحيه الشمال وصام حمد مهاجم، وناس تقول لك نلعب زيزو زي ما هو ناحيه اليمين ونجيب بنشاري من ناحيه الشمال نلعبه كصانع العاب وننزل مثلا كاسونجو او نجم من ناحيه الشمال ونلعب وصام محمد، وناس برضه قالت لك نبدا بشيكابالا. وده اللي برجحه من وجهه نظري، كتبت على فيسبوك من شويه ان شيكابالا يلعب لاعب نمره 10. واحد يقول لي ليه يا معلم هتلعب واحد جاهز اكتر؟ هقول لك ليه شيكابالا لاعب نمره 10 ونجم او زيزو ما شفناهمش في الفيلم في 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 الحته دي. ممكن باتشيكو يبدا المباراه ما فيش لاعب نمره 10 صريح او لاعب نمره 10 ثابت. ازاي ممكن يبدا مثلا بالاربعه بيلعب بالثلاثي اللي هم زيزو ونجم وبن شرقي والثلاثي يقعدوا يبدلوا على المركز ده طول المباراه ما فيش حد فيهم يبقى ثابت. ممكن يلعب شيكابالا، يلعب شيكابالا لشيكابالا لمسه مميزه تسديده على المرمى مميزه من شيكابالا. فانت ممكن تلعب الحته دي اللمسه بتاعت شيكابالا او السلوك بتاع شيكابالا او تسديده من شيكابالا تباغت محمد الشناوي وتخش جول مثلا. ممكن يلعب بشكل ده وممكن لا، بس انا من وجهه نظري انا كمصطفى نلعب بشيكابالا. لعب شيكابالا في نص الملعب اي نعم في الحته الدفاعيه مش هيبقى افضل حاجه او مش هينزل كتير الحته الدفاعيه، لكن شيكابالا يلعب لك مثلا يديك 50 دقيقه يديك 60 دقيقه يرهق نوعا ما دفاعات النادي الاهلي شويه، يبتدي يستلم ما بين الخطوط بتاعه النادي الاهلي ويبتدي يطلع الونجات بتاعتك سواء زيزو او بن شرقي او يلفي سيناريوهات لمصطفى محمد او حتى تسديد من بره المنطقه او حتى الفاولات مميز فيها جدا شيكابالا. شيكابالا يفيدك بكذا حلول في اللاعب نمره 10، بس انا دي من وجهه نظري انا، لكن بنسبه كبيره اللي ممكن يلعب بيها باتشيكو يلعب بنشال النمر 10 ويبدا بكاسومو، ودي هتبقى حاجه بصراحه من وجهه نظري حرق الدم كبيره جدا. لا اما تبدا بنجم لا اما تبدا بشيكابالا مع التشكيله بتاعتك المعهوده، غير كده ما تبداش بكاسومو لا شيكابالا ولا نجم لا ده لا ده. ما تقلفش احنا مش مستحملين تاليف، مش مستحملين ضغط اعصاب، مش مستحملين اصلا ان انت تخلق مشكله اكبر من المشكله اللي عندك، فتبدا لا بنجم لا تبدا بشيكابالا. ده من وجهه نظري. وممكن برضه تبدا بشيكابالا يبقى في لا مركزيه في المنطقه دي، مش انت تبدا بنجم يعني تبقى في لا مركزيه، لا ممكن برضه تبدا بشيكابالا يبقى في لا مركزيه في المنطقه دي. وممكن تعمل حاجه بقى ثالثه وحاجه تبقى مفاجاه وتباغت الاهلي تماما، واللي تتحول لتشكيله ل 4 4 2. تلعب 4 4 2 تلعب باثنين مهاجمين وتعتمد على الاطراف بتاعتك زيزو وبن شرقي وتلعب العرضيات. ممكن جدا تباغت موسيماني بالحته دي، تلعب مثلا بمصطفى محمد وتلعب بكاسونجو وتبتدي تعتمد على الاثنين على الارضيات وترفع اوفرات للاثنين ويلا نجيب جم الاوفرات وما نخترقش الرونج او ما نستخدمش الرونج كتير ويبقى شغلنا كله من الاطراف، بس ده يبقى في ريسك كبير ان ممكن الاهلي يقفل لك الاطراف تماما. انت كتفت لو الاهلي قفل الاطراف اللي بتلعب 4 4 2 وقفل لك الاطراف انت كده كتفت، لان اعتمادك كله يبقى على الاطراف. فبقى لازم تركز، باتشيكو لازم يركز جدا 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 جدا، لازم قبل ما يحط تشكيله او قبل ما يحط ال 11 لاعب اللي يبدا المباراه يكون حاسبها صح. وانا عارف وانا واثق ان باتشيكو هيبقى قاري الاهلي كويس جدا، هيبقى دارس ومذاكر الاهلي كويس جدا، والمشكله اللي كانت عنده دي مش هتبقى مؤثره بشكل كبير او مش هنحس بيها، لان الزمالك مع باتشيكو بيلعب كمنظومه واحده ما بيلعبش على افراد بس. وان شاء الله الزمالك يبدا بالتشكيل اللي انا شايفه ده الانسب: ابو جبل، محمد عبد الغني، محمد علاء، اسلام جابر، حازم امام، فرجاني ساسي، طارق حامد، شيكابالا، بن شرقي، زيزو ومصطفى محمد.
الناحيه الثانيه عند الاهلي مفيش غيابات كتير او مفيش شكل تاني ممكن يلعب بيه. هو انت بس في التشكيله الاساسيه بتاعتك هتشيل ديانج وتحط بداله حمدي فتحي، ده بس كل الاهلي هيعمله. هيلعب بمحمد الشناوي، هيلعب ياسر ابراهيم، هيلعب بايمن اشرف، هيلعب علي معلول، هيلعب محمد هاني، هيلعب في نص الملعب بعمرو سليه، وهتشيل ديانج اللي مصاب بكورونا ربنا يشفيه ويعافيه، وتدخل بداله حمدي فتحي، وهتلعب قدام بقفشه على الشمال جاي علي من حسين الشحات، وقدام مروان محسن. ده تشكيل الاهلي، وبرده تشكيل الزمالك، الا اذا ممكن في التمرينه الاخيره لا قدر الله وربنا يبعد الاصابات عن الفريقين وعن الفريقين وعن لعيبه الفريقين، ما يحصلش حاجه للعيبه، ممكن موسيماني انا من وجهه نظري مش هيفاجئ مش هيالف، هو هينزل بالتشكيل الصريح، يلعب بالتشكيل الاساسي، هيطلع بس ديانج ويحط حمدي فتحي وبس، مش هيالف، مش في اي تاليف، مش هيفتدي بقى اللي هو انا هعمل اوفر كوتشنج بقى وانزل الف ضد الزمالك في الفاينل واعمل شغل، لا هو يلعب بشكل امثل ليه، اشيل ديانج حط حمدي فتحي وبس، مش هيالف تاني. فده تشكيل متوقع، محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، عمرو السليه، حمدي فتحي، قدام قفشه على الشمال اجي على اليمين حسين شحات، وقدام مروان محسن. برضه على السوشيال ميديا ناس كتير عماله تتكلم مين تاثيره اكبر، هل اصابات الزمالك اثر على الزمالك اكتر ولا اصابات الاهلي هي اللي اثر على الاهلي اكتر. انا من وجهه نظري اصابات الزمالك هي اللي اثر على الاهلي اكتر من اصابات، هي اللي اثر على الزمالك اكتر من اصابات الاهلي. ليه؟ لان الاهلي زي ما قلت فقد الدكه، الزمالك برضه فقد الدكه، لكن في ارضيه الملعب الزمالك فقد ثلاث لعيبه من التشكيل الاساسي. وردية الملعب في 11 لعيب اللي بيبداوا كل المباريات في 3 لعيبه هتبقى غايبه، على عكس الناحيه الثانيه الاهلي ال 11 لاعب الاساسي بتوعه لاعب واحد بس اللي غايب اللي هو علي ديانج. فكده التاثير بتاع الاصابات بتاعت كورونا على الاهلي وعلى الزمالك، تاثير الزمالك اكتر، وتاثير الاهلي هو هيبقى مأثر على الاهلي. ديانج برده في فورمه عاليه جدا لما مأثر، بس مش نفس تاثير الزمالك. يعني مثلا الزمالك بغياب اوباما ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعه، وهو المباراه في تلك الحالات 50-50، ولكن من قوه الزمالك بدل ما الزمالك بقى داخل بقوته الضاربه 100%، قوه الزمالك نزلت ل 85 او 75% من وجهه نظر انا. بغياب الثلاثي اوباما والونش وعبد الله جمعه، قوه الزمالك بدل ما بقت 100% بقت 80-75%، دي من وجهه نظر انا، عكس الاهلي. ولو نسبته مثلا تبقى 95-90% بسبب اصابه ديانج بس، هو ده تاثير الزمالك. اصابات الزمالك مؤثره اكتر، اصابات الاهلي برده مؤثره بس مش زي الزمالك. ده من وجهه نظري تشكيل متوقع لتلك الفريقين، ده من وجهه نظري حل للزمالك او حلول الزمالك في ظل التاثير الاكبر عند الزمالك بسبب غياب 3 لعيبه من التشكيل الاساسي. ربنا يشفي كل المصابين بكورونا، وربنا يحمي كل لعيبه الفريقين من اي اصابات في الايام اللي جايه، ويخشوا الفاينل كاملين عدد نوعا ما من اللعيبه اللي هتبقى في القايمه. ولو لازم تقرر رايك في تشكيل المتوقع قول لي انت تشكيلك المتوقع للاهلي ومن الزمالك، قول لي كمان رايك ايه الفريق الاكثر او الاصابات الاكثر تاثيرا، هل الزمالك هيتاثر اكتر ولا الاهلي هيتاثر اكتر. ولو حلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب وانا اشترك فعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام اعمل سبسكريبشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.